كيف الصحة أستاذ سعيد؟ الحمد لله ماشي الحال. يا أهلين. أهلين. خير إن شاء الله أستاذ سعيد. وين سيارتك؟ بالتصليح والله. عدم المؤاخذة أستاذ سعيد، يعني ما توقعنا أبدا إنه نشوفك بالميكرو. ليش بقى؟ يعني مو معقول فنان كبير ومشهور مثلك يطلع بالميكرو. لا بالعكس، أنا كتير بحب أطلع بالميكرويات مشان أكون قريب من الناس وعلى احتكاك مباشر معهم، وإلا شلون بدي أحكي عن همومهم ومشاكلهم بدون ما أحس بمعاناتهم اليومية؟ الله يحيي أصلك يا أستاذ سعيد، يا ريت كل الفنانين مثل حكايتك. يا عيني عليك يا أستاذ. تعال يا عبد. نعم علي. خذ الأكياس وصلهم بيت الأستاذ سعيد بسرعة. إيه سيدي، شو طلع الحساب بالله؟ 450 ليرة و25 للصبي. أوف، وليش 450؟ هات الورقة لشو؟ تفضل. أيوه. شو؟ شايفك حاسب كيلو البندورة 25 ليرة. هيك صار والله وكيله. شلون هذا سعره؟ هلا قدامي بعته للزبون ب 15. استاذ سعيد كلك نظر. تبع ال 15 شيء وتبع ال 25 شيء ثاني. وليش حاسب لي الليمون ب 60؟ مع انك هلا بعته ب 40. لا استاذ سعيد، البضاعة اللي عم بعطيك اياها ما بعطيها لحدا ثاني. بس هي للزباين الديلوكس اللي شروا احسانها. بعدين عدم المؤاخذة، ما في بالعادة تدقق كل هالقد. يعني إذا كنت ما عم دقق كل هالقد بتحسب على كيفها؟ لا يا استاذ سعيد. نحن الحمد لله سعرنا واحد للطيبين أمثالها، وإذا بدك بضاعة أرخص موجود عنا، بس يعني عدم المؤاخذة ما بتليق معكم. إيه مو مشكلة سيدي، مو مشكلة، خلاص تفضل. شايف سيدي. شكرا، ما بتليق بمقامي. العمى شو هاد؟ عم يقصوا ذهب أحمر وبعدين بيفصلوا على كيلو بندورة؟ إيه بالفعل ما عاد حدا شبع هالأيام. شو رأيك بعلبة هالموزايك أستاذ؟ ممتازة كتير، الله يعطيك العافية. ايه استاذ سعيد، يا ترى شو عجبكم من هالاعمال هي؟ ايه بس لسه ما عرفنا شو الاسعار. ما في تسعيره محدده مدام. يا جماعه مثل ما قلنا لكم، الموضوع خيري وانساني، وكل انسان بيدفع يلي بيطلع من خاطره. ايوه فهمت عليكي، تبرع يعني. ايه هيك شيء. وانتو يا ترى عم تفتلوا على بيوت بشكل عشوائي ولا في عندكم اسماء محدده؟ لا طبعا مو بشكل عشوائي، للفنانين المعروفين بس. وعم يدفعوا هالفنانين دخلك؟ والله يعني شي عم يدفع شي عم يطنش. المهم استاذ، بقديش بتحب اكتب لك الوصل؟ 5000 ليرة ولا أكتر؟ لا معلش، ب 500 ليرة حاجتي. مو حاجتي 500 ليرة؟ ايه وبزيادة. طيب اوكي، رح اكتب لك وصل ب 500 ليرة. غادة الله يرضى عليكي، استناولي لي 500 ليرة من الدرج. غادة؟ يا غادة؟ أهلين سعيد. أهلين وسهلين، بإمكانك تباركي لي. مبروك، بس على شو؟ يا ستي اليوم وقعت عقد عمل جديد. عن جد؟ مع مين؟ مع شركة معربة الدولية للإنتاج الفني. إن شاء الله رح تشتغل البرنامج اللي حكيت لي عليه. إيه نعم يا ستي، رح أقدم البرنامج. بس أنت قلت لي إذا بتشتغل هيك برنامج سخيف بتحرق حالك. لك يا ستي خليني أحرق حالي أحسن ما يحترق نفسي وأنا قاعد بلا شغل. طيب قبضت؟ ايه طبعا لكان قبضت 100,000. عن جد؟ ايه منيح كثير، اجوا بوقتهم. قولي اجانا مثل الشحمه على الفطيره، يعني هلا صار فينا نوفي شويه ديون ونتبحبح شوي بالباقي. لا والله ما حذرت يا سعيد، هالمره ما بدنا نوفي الديون، بنوفي الديون من الدفعه الثانيه، اما ال 100,000 هدول لهم تدبير ثاني. تدبير شو؟ بدي اوضه نوم جديده، لانه مثل ما بتعرف اوضه النوم تبعنا صارت قديمه وتكسرت وما عاد تتحمل تصليح. هو لازمنا أوضة نوم، ما في كلام، بس ممكن نأجل هالموضوع شوي لأنه في عنا شيء أهم. لا والله مو ممكن تتأجل، يعني لازم ينكسر فينا التخت لحتى تقتنع أنه بدنا أوضة نوم جديدة. طيب حاضر يا ستي، مثل ما بدك، انزلي بكرة دوري على أوضة نوم حلوة. لا ما بدي تدوير، أنا حاطة عيني على أوضة نوم تاخد العقل وسعرها مناسب كتير. شو رأيك نروح هلأ نشوفها؟ هلأ؟ ايه خيروا البر عاجله، احسن ما تطير اوضه النوم ما عاد لاقي مثلها، ولا يطيروا المصاري ما يعود يصح لي اشتري اوضه نوم. طيب يا ستي مثل ما بدك، فوتي غيري اوعيكي. تسلمي، خذ مسك المصاري، ولا اقول لك خليهم معي. هي
شايف شي حلوه؟ لونها حلو. يا سلام، واسعه من جوا، فيها رفين. حلوه. التشطيب تبعها، الفينيشينج ظريف كثير. لا متقنه والله. شو اعتمدت يعني؟ خطوة عزيزة استاذ سعيد. اهلا وسهلا، الله يعزك يا رب. ان شاء الله عم كون اعمال جديدة هلا. اي والله، عندي اعمال جديدة، عندي برنامج مسابقات. نعم. جديد، اسمه على الباب انا على الباب. بالتوفيق ان شاء الله. الله يخليك، الله يعزك. ايه اخي كريم، شو سعر هالغرفة هاي؟ إذا عجبتكم مقدمة استاذ، ما بدنا حقها. الله يخليك، تسلم يا رب، كلك ذوق. شو قلت اخي كريم؟ يا سيدي بمئة ألف ليرة للأستاذ سعيد، صدقا ما بعت أقل من 120 ألف. مو كتير هيك؟ لا أبدا مدام، مو كتير. نحن شغلنا نضيف، مو مثل كعب الكندرة. هذا الموديل بيكلف أكتر. شو هذا كعب الكندرة؟ هذا موديل غرفة تانية. بدك تكرمنا فيها شوي تاني أخي الكريم. صدقا بأقل من هيك ما بتوفي. إذا كنت ربحان فيها أكتر من 5000 ليرة لا تسامحوني. بعدين بامكانك تجيب نجار استاذ سعيد يفحصلك اياها. الله وكيلك، جناب الخزانه كلها صبايا زان، والبواب كبس، يعني خشب شوح من لوح بلاكي روماني، وجوانب التخت زان، والرجلين ام دي اف، وغير هيك اكلي 5 وجوه بخ، والمرايا اجنبيه، والاكسسوارات طليانيه، يعني عدم المؤاخذه، اذا نويت تفصلها على ايدك وبنفس المواصفات راح تكلفك اكثر من هيك. يعني هذا السعر النهائي؟ اي نعم، نهائي، والتحميل عليكم. طيب ماشي الحال، نرجع بكره اذا الله راد. اهلا وسهلا استاذ سعيد، المحل محلكم. شو رايكم نضيفكم في جانب المره الجايه ان شاء الله؟ اهلا وسهلا، مشروبه. شرفتونا، اهلا مدام. يا اهلين. يسمو ديات دياتك. ايه ما قلتي لي عجبتك الغرفه؟ طبعا عجبتني، بس هي سعرها اقل من هيك. وشو عرفك انه سعرها اقل من هيك؟ ابنت خالتي جايبتها ب80 ألف. شو هالحكي؟ الله وكيلك، لك هالزلمة طمع فينا لما شافك. وأنا هيك حسيت، يعني ضروري أدفع 20 ألف ليرة زيادة لأني فنان معروف، لك تضرب الشهرة إذا كانت هيك تضرب. طيب شو رأيك نبعت حدا تاني غيرنا يشتريها؟ وليش لحتى نبعت حدا تاني؟ نحن منروح. شلون بدنا نروح نحن؟ أنا بقولك شلون. أنا واثق تماماً إنه رح يبيعنا إياها ب80 ألف. وبركي عرفنا؟ مستحيل يعرفنا. اهلا وسهلا، عجبكم شيء؟ ايه عجبنا، عجبتنا هي الاوضه. ونعم الاختيار، هذا الموديل اسمه الاحلام ودارج كثير بهالايام. وقد ايه سعرها ترى؟ الكم ب 120 ألف. 120 ألف؟ ايه نعم، ب 120 ألف، ولا تسامحوني بفرنك اذا ربحت عليكم اكثر من 5000 ورا. هلا واخر كلمه يا مو، تقبرني بقديش؟ هي اخر كلمه مدام، لحنا باذن الله ما بنحكي غير كلمه واحده بس. بس انا كان فكري غير هيك منو. شو فكرك استاذ؟ يعني شغله 80 ألف. لا والله يا عمي ما بتوفي معي هيك، بس اذا بدك ب 80 ألف في عندي غيرها. لا تشكل قاسي، نحنا ما بدنا غيرها، بدنا هي. هي ب 120 ألف، ما بينقصوا فرنك واحد، والتحميل عليكم. يعني معقوله غليت من امبارح لليوم؟ شو قصدك؟ قصدي امبارح في جماعة أصحابنا شافوا عندك هالغرفة بالذات وطلبت فيها حضرتك 100 ألف، بقى شلون هلا عم تطلب فيها 120 ألف؟ غريبة يعني. مظبوط الكلام، امبارح فعلا كان حقها 100 ألف، بس اليوم غليت. ها، وشو يلي غلاها 20 ألف بيوم واحد؟ الفنان سعيد سلامي. سعيد سلامي؟ ايه نعم، امبارح كان عندي هون هو ومدامته وعجبته الغرفة ووصاني على واحدة مثلها، ولما دري النجار انه الغرفة رح تنباع لفنان كبير ومعروف رفع سعرها 20 ألف ليرة. اما بالنسبة لي الله وكيلكم، مو جايني شي. لك يضرب سعيد سلامي وتضرب هديك الساعة يلي صار فيها ممثل مشهور، وهالكلام على مسؤوليتي، واذا شفت قل له هالشي على لساني. اخي لا بدي قل له ولا يقل لي، انا كل ما هنالك حسب السوق بسوق. لك انه بس بدي افهم ليش بعض الناس بيطمعوا بالمشاهير وبتشط ريالتهم لما بيتعاملوا معهم، ولك بيطمعوا بالسياسي المرموق والدكتور الناجح والمحامي الفالح والفنان الكادح، حتى بالسائح الاجنبي والزائر الخليجي بيطمعوا وبيحبوا يقنصوهم انص. لا وكل واحد منهم له تسعيره عندهم. اي والله الشغله ما شفناها ببلاد برا، شفناها ببلاد برا لما كنا هنيك.
أعوذ بالله. ما شفناها. لا ما شفناها، لأنه الناس إن كانوا أغنياء ولا فقراء، مشهورين ولا مغمورين، كلهم سواسية قدام الأسعار، ومربح البايع منهم واحد إن كانوا أغنياء ولا فقراء ولا مشهورين ولا مغمورين. يا تقبرني. إلا نحن الأريضة تقرضنا إلهي، لكن الأريضة تقرضنا. شبنا راكبنا الطمع وعاملنا الجشع. ما كنت أعرف إني كنت أعرف. ما كنت أعرف. عفوا يا أخ، ليش حضرتك شو بتشتغل؟ شو بيشتغل؟ أنا الفنان سعيد سلامة، عرفتني عمو؟ عرفك لكن ما عرفك، وبكرة كمان رح تغلى 20,000 كمان. مو فارقة معه، ما عنده كبير إلا الجمل.